يعني ما فيش حاجه اسمها دايت في رمضان، طبيعي ان احنا هناكل، هنبقى صايمين هناكل، احنا بس هنغير حبه حاجات بسيطه قوي في اللي بنعملها كل سنه عشان على الاقل ما نتخنش. لكن احنا لو عملنا الحاجات دي بالظبط بنفس ستيبس اللي انا هقول عليها، لا ممكن جدا نخس. ايه هي الستيبس؟ احنا وي هاف تو ميك شور ان احنا ما نفطرش ونتسحر بس، هو ده يبقى ده اللي بس ناكله في خلال اليوم. لا، لازم نقسم الفتره من الفطار للسحور لاربع وجبات. ده مهم قوي. ليه؟ لانه جسمك متعود انك بتاخد ثلاث وجبات، فالمفروض في رمضان تاخد وجبات اكتر، لان طول الوقت جسمك ما دخلوش اكل، فجسمك داخل في حاجه اسمها starvation mode. starvation mode يعني الفات سيلز ان هانجر، ان هي تحوش الاكل اللي داخل عشان هي خايفه انك ما تدخلش اكل تاني. ف what we doing in رمضان ان احنا to make sure to live a healthy lifestyle we should start the first meal with only liquids. liquids يعني ممكن بلح باللبن، ممكن اي عصير، ممكن شوربه، بس يستحسن لو شوربه لسان عصفور بنشيل الطبقه الشفافه اللي فوق دي، لان هي دي ببساطه هي دي الدهون. وشوربه الكريمه، اي نوع شوربه كريمه بيتخن، فنبقى عارفين ان هو فيه كالوريز ناخده، بس ناخد منه كميه معقوله. الحته التريكي في رمضان انك يو هاف تو مانيبيوليت يور بودي. يعني ايه مانيبيوليت يور بودي؟ هضحك عليه، هفهمه ان الليكويدز دي وجبه، يعني هاخدها بعدين هقوم اعمل اي حاجه، هصلي، لو انا في عزومه اقعد اعزم على الناس بالاكل واحط لهم الاكل هم الاول، وادي نفسي شويه وقت لحد ما جسمي يستوعب اني اكلت حاجه، بعدين ابدا اكل. يعني في العادي بدات تاكل وجالك موبايل ورجعت تاكل تاني، متبقاش نفسك مفتوحه قوي على الاكل، لان مخك استوعب ان انت اكلت. فهي دي الفكره، انه living in a healthy lifestyle انت بتاكل كل حاجه بفرايتي كويسه قوي in moderation. خلاص فطرنا على ليكويدز، هنبدا الفطار العادي بعدها بربع ساعه لنص ساعه. الفطار العادي هناكل كل حاجه موجوده في الفطار، بس بنبدا بالفيجيتابلز او اني جرين اوبشن. لو حد مش بيحب السالادز او الفيجيتابلز يبدا بحاجه بيحبها حتى لو نوع واحد. بعدها على طول الطبق لازم يكون فيه كربوهيدرات وبروتينز، مهمه قوي، ومهم اكتر في رمضان بالذات نintroduce portion من الديري برودكتس. لو خدتوا بالكم عاده السوريين والاتراك اجسامهم حلوه عاده، لان هم بيدخلوا الديري برودكتس في اكلهم على طول. دايما السوريين بيدخلوا توميه وحاجات كده، والاتراك بيدخلوا الايار اللي هو اللبن الرايب. فالديري برودكتس في الاكل حتى لو فول كريم، مش شرط سكيمد ميلك، دي مش حاجه صح، حتى لو فول كريم introducing a dairy product في الغداء وفي المين ميل مهم جدا جدا جدا. خلاص اكلنا كل الحاجات في فتره الفطار. I would highly encourage you ان انتوا تشربوا ميه. مفهوم ان الميه في وسط الاكل بيعمل كرش، ده مش صح خالص. الميه قبل الاكل وفي وسط الاكل وبعد الاكل بتساعد على الهضم، ف never ever ان الميه بتاثر على شكل البطن، مش لوجيك. يعني البطن مش يعني بالمنطق الميه مش هتعمل كرش، هي بس بتملى البطن وقتها، بس بعد كده بتروح. عشان كده في ناس للاسف بتعمل حاجه غلط قوي، ان هي تاخد شاي الرجيم. انا مش بشجع عليه خالص. شاي الرجيم ده مش بيخسس، شاي الرجيم ده بيدبليت الجسم من الميه اللي فيه، فبتلاقي نفسك نزلتي نص كيلو ميه بس. في شاي حاجه بيعمل دايريا اللي هو اسهال، وتشيز حاجه مش مفيده خالص، لانه الميه مهمه.